إلهام زبن من وين حضرتك؟ من مزرعة النباني رام الله. شو مشروعكم إلهام؟ مشروعي هو مركز المنتجات الطبيعية. الفكرة هي مركز يحتوي على جميع المنتجات الطبيعية، بدل ما ناخذ الأعشاب من محلات الأعشاب والزيوت بطريقة أعشاب لعلاج مشكلة معينة، احنا بنحول هاي الأعشاب لكريم بسهل على المستهلك استخدامها وبتكلفة أقل. ليش أنت هون؟ هون لحتى استفيد من البرنامج اللي طرحته مؤسسه الشرق الادنى لتطوير المشاريع، سواء كان منحه او قرض او اي او برنامج تدريبي، لحتى نمشي خطوات للامام في مشروعنا ونشوف كيف ممكن نوصل لاكبر قدر ممكن من الاستفاده اللي احنا معنيين فيها. كيف بتشعري بخصوص مشروع نهوض مشاريع المراه في فلسطين؟ ايش شعورك تجاه هذا المشروع؟ صراحة المؤسسات بالبلد عم تشتغل على مشاريع تطوير المرأة، وبشكل عام احنا بنحكي عن 99% من المؤسسات اللي عمالة شغالة بالبلد على مشاريع تطوير المرأة، مركزة على تدريب المرأة وتمكينها اقتصاديا. فهلا احنا اللي بنطمح له على اساس انه يكون نحصل على اكبر قدر ممكن من الخبرات العلمية والتقنية اللي رح تدعم المشروع اللي احنا معنيين انه في نجاحه، من خلال دعمنا فنيا تقنيا، تمويل سواء كان منحه سواء كان قرض يسهل علينا حتى نقدر ننجح محليا. شو اثر مشروع النهوض بمشاريع المرأة في فلسطين على مشروعك؟ طبعا رح يكون الأثر إيجابي ونقل نوعية هي في حد ذاتها، لأنه المشروع اللي بالنسبة إلي كمشروع مركز المنتجات الطبيعية هو الأول من نوعه في فلسطين، ما في له مراكز منافسة كنوعية المشروع اللي هو كيف نحول الأعشاب والزيوت لكريم طبي بإشراف طبي، بكريم علاجي لعلاج الأمراض الجلدية اللي موجود اللي لها حلولها هي طبعا مستعصية. فهي الفكرة جديدة واحنا بنتأمل، وانا عندي احساس وعندي ثقة انه ان شاء الله راح المشروع ينجح في البلد، لانه الطلب عليه واسع من قبل الناس، والناس بتبحث عن الاشي الطبيعي وبتبحث عن البديل الطبيعي لهي المنتجات. شكرا كثير لك إلهام، الله يسعدك. شكرا كثير لكم. شكرا.